يمعذبان صياد يا ريم الفلا يمعذب الصياد يا ريم الفلا يمعذب الصياد يا ريم الفلا. أقامت ميزوبوتاميا جروب مساء الاثنين الماضي في قاعة مركز شهريار العائلي لعبة المحيبس بمناسبة شهر رمضان المبارك، واستمرت اللعبة حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث قسم المشاركون إلى مجموعتين A و B، ضمت كل مجموعة قرابة 20 لاعبا، واستمتع الجميع باللعب الجميل حيث كانت تجمعهم الألفة العراقية، وبرز من بينهم اللاعب نزار الجبوري الذي تمكن من الحصول على المحبس من الفريق الخصم بعد عدة محاولات. انت سيد نزار، انت اخذت المحبس. اي نعم. ولعبك واضح بفراسه، وهذا على شنو تعتمد؟ والله هي فراسه اخ، ما تعرف المحبس احنا مارسين لعبات المحبس. انا كنت يعني امارس لعب المحبس من زمان، فكنت العب المنطقه ضربه خاتون، ولعبت المنطقه القاهره، واخر شيء لعبت الى منطقه العزيزه الغاليه منطقه القريعات، وهي من رب العالمين فد فراسه فد علامات تصير بالوجه، والحمد لله توفيق من رب العالمين. يعني اخذت المحبس الحمد لله. كنت مصر طبعا. مرتين ثلاثة اقتربت. يسرى يمنا ويسرى يمنا، اصعب شيء صار ما ادري ليه يصير يسرى يمنا المحبس، يعني يسرى حزوره لو يسرى يمنا، بس الحمد لله. تتذكر ايام بغداد؟ ايوه والله ايام بغداد جميله، وهاي كانت هي لعبتنا المفضله في شهر رمضان. نتعرف على كل مناطقنا تجي وتصير لمه وفد قعدات حلوه تصير، ونتعرف من خلالها على منطقه المنطقه والحمد لله. السيد محمد زهير رئيس مجموعة ميزوبوتاميا جروب أكد بأن الغرض الأول من إقامة لعبة المحيبس كان لجمع العراقيين من مختلف الأطياف، وإعلان للعالم أجمع بأنهم واحد لا يمكن أن يتفرقوا، واستذكارا لألعابنا الشعبية التراثية. أولا رمضان كريم، كل عام أنت بخير. يوم حبينا ميزوبوتاميا جروب تنظم لعبة المحيبس البات، تذكر ايام بغداد اللعبه الشعبيه المشهوره برمضان، واليوم اللعبه برعايه باسل الحداد تقدم جائزه همينة صينيه زون السيت، وعندنا صينيه بقلاوه مقدمه من هيثم عبد الواحد، وجوائز اخرى من فاشن فيليج لكل فائز، وكل فائز همينة يحصل على جائزه من فيور اير مال التكييف والتبريد. فشباب شوفهم كلش فرحانين ومتونسين، لان ايام بغداد يذكرون ايام بغداد، تشوف الزيهم متبدش هذيش حاضرين، واللعبه معروفه المحيبس ويحبوها العراقيين. نغطى طفل تدعوش يعني يتكلم.
صوابك لحلي وكرت على الوجه.